نروح لخبر تاني بعد كده، وهنتكلم عن حاجة مهمة عملتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والنوى كمان ان يعني الكل المهتمين بالرياضة تحديدا هنا في المدارس. يمكن كل الناس، بس قبل ما ابدأ خليني اقول لحضراتكم كنا اكيد كل الناس نفسهم ان اولادهم يمارسوا رياضة، وفي ناس بتكون عندها القدرة ان هم مشتركين في نوادي وغيره، وفي ناس ما عندهمش الفرصة يعني. فلان زي ما بنقول في مراكز، ناس عايشة في قرى نجوع يعني ما بيبقاش في فرصة هناك. ده خلى بقى وزارة التربية والتعليم، وطبعا طبقا لتوجيهات سيادة الرئيس، ان هي اعلنت البدء في تنفيذ هنا المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، ده بجميع المراحل التعليمية، وده خلال العام الدراسي الحالي. هنفهم اكتر يعني من الاخبار اللي جاية، بس اعتقد بداية كده عنوان المشروع اعتقد حاجة كويسة جدا جدا جدا، حاجة كويسة الى اقصى الدرجات. والحقيقة يعني في اهداف كتيرة جدا ان شاء الله المفروض ان هي تتحقق من خلال هذا المشروع. يعني هذا المشروع بيهدف الى تنمية الصفات البدنية للطالب، اكسابه مهارات حركية اساسية، اكسابه القوام الجيد، القضاء على السمنة اللي بعض الاطفال او الحقيقة كتير من الاطفال بيعانوا منها، استثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء بيخدم الطالب وبطبيعة الحال بينعكس بكل الايجابية على المجتمع ككل. كمان المشروع بيتطرق لتفعيل الاتحاد المصري للرياضة المدرسية وتنمية الروح الرياضية في نفوس الطلاب، بالاضافة الى اكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين رياضيا، واكيد دعمهم وتشجيعهم عشان يمثلوا مصر لاحقا في مختلف المحافل الرياضية اقليميا. بصوا يعني من واحنا صغيرين دايما بنسمع ان الرياضة او التربية السليمة بتخلق جيل واعي ومستقبل كمان افضل، واكيد زي ما هنفضل نقول اي فيش اسرة يعني ما فيش اهالي ابدا بيبقوا مش عايزين يربوا ولادهم تربية صالح. الفكرة هنا كمان ان لازم تكون مربوطة بالرياضة، وبنتكلم خاصة مع الاطفال، يعني انعدام الوعي حول اهمية الرياضة ده شيء مش كويس جدا، وده اللي خلى يمكن الدولة هنا بقى يبقى ليها توجه أكتر. مش فكرة بس ان احنا بناخد حصص تربية رياضية في المدارس، لا الموضوع اعلى من كده بكتير. انت بتتكلم دلوقتي ان هيبقى فيه مسابقات، هيبقى فيه زي ما تقول كده منافسات بين الطلاب، اللي هو يعني شيء الزامي لحد ما، مش فكرة بس حصة البي اي بتيجي فبينزلوا يلعبوا شوية وخلاص، واللي بياكل بياكل زي ما انت قلت. السمنة بتكون، السمنة عند الاطفال يعني ممكن تكون متزايدة، في بعض الاطفال بيقعدوا وما بيعملوش اي حاجة، ما يمارسوش رياضة حتى في هذه الحصة يعني. فدي بتبقى فرصة كويسة ان لا الطالب هنا غصب عنه الى حد ما بيكون لمصلحته ان هو لازم يشارك ولازم يهتم بنفسه في حته اللياقه البدنيه، وكمان المدرسه ان هي يعني تشرف على ده. فاعتقد دي برده حاجه جيده جدا. وعارفه يا نهاوند كمان يعني الى جانب بقى يعني الانعكاسات الايجابيه للمشروع ده على صحه وعلى نفسيه الطلبه والطالبات، كمان هينعكس بالايجاب على اخلاقياتهم وسلوكياتهم. فكره ان الرياضه بتهذب النفوس دي نقطه في منتهى الاهميه. عايز اقول لك ان في مدارس يعني والله العظيم انا شفت يعني في مره من المرات شفت منظر اغرب من الخيال، اقسم لك بالله العلي العظيم. كنت ماشي في شارع في مدرسه من المدارس الاعدادي في منطقه الهرم، مش هقول لك فين بالظبط يعني، تمام. وقت ما انا معدي قدام باب المدرسه انا وند كان وقت باب المروح تقريبا بتاعهم، باب المدرسه اتفتح من هنا، اقسم لك بالله في اجيال من الهجامين طالعين، دول ما ينفعش يكونوا طلبه. الالفاظ اللي بيخاطبوا بيها بعض، لا مش حلو ده، لا 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 خالص. ده في اطفال بيشربوا سجاير. انا شفت قبل كده فعلا، شفت ولاد صغيرين اعتقد عمرهم لا يتجاوز بجد 10 سنين كانوا بيشربوا سجاير. مصيبه فعلا. والله مصيبه يعني. طبعا اكيد ده معناه بطبيعه الحال ان المشروع ده في منتهى الاهميه وليه اهداف كتير زي ما ابتدينا نقول لكم عليها. وبرده بالمناسبه من ضمن اهداف المشروع ده ان الطالب يمارس الرياضه بصفه عامه، ومش مجرد فكرة التنافس في حد ذاتها بينه وبين زملائه، ده طبعا إلى جانب تنمية الصفات البدنية للطالب وإكسابه مهارات حركية أساسية. والحقيقة المشروع ده معمول على كذا مرحلة، المشروع ده المرحلة الأولى تحديدا منه هتكون أونلاين، وبتشمل اجتماع عمومي للتربية الرياضية لجميع المحافظات عشان يشرحوا من خلاله البرنامج الزمني للمشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية، وأيضا اشتراك الطلاب من هيكون من خلال موقع الوزارة وتسجيل فيديو لممارسات تمرينات رياضية، وهيتم تنفيذ المشروع في 18 محافظة على مستوى الجمهورية، وطبعا شيء محترم جدا. يعني اخيرا بقى خليني اقول لحضراتكم عن المرحله الثانيه اللي هو بيسموه التقييم الميداني، ده بيشمل بدء تنفيذ المشروع على جميع برضو مدارس المديريه للمراحل، بنتكلم الابتدائيه والاعداديه والثانويه، واستيفاء جميع البيانات المطلوبه وانتقاء كمان افضل العناصر. والمرحله الثالثه هتكون بتتم بتشكيل منتخب لكل مديريه من اوائل كل اختبار للمشاركه هنا، زي ما كنت بقول لكم في البدايه بقى اللي هي المنافسات اللي يشاركوا بقى في
نهائيات المشروع بيليها بعد كده التصفيات النهائية، ده على مستوى الجمهورية، وبعدين هتأتي المرحلة الرابعة وهتتضمن حفل ختام بقى المشروع وتوزيع الجوائز. فخطوة محترمة ونتمنى لها النجاح إن شاء الله، ونتمنى زي ما كريم برضو بيقول إن الموضوع يكون على أرض الواقع كمان، بيفيد الطالب قبل أي حاجة. الفكرة إن أنت عايز تخلق شخص بعد كده، يعني نشأ صغير يطلع بعد كده في المجتمع يكون شخص فعال وشخص منتج، وده مش هيتم غير لما يتلقى تعليم سليم وكمان تكون صحته سليمة. والرياضة أكيد تبعد الناس كلها عن أي حاجة مش كويسة أو أي حاجة يعني سلبية في الحياة، فدي أعتقد بداية كويسة جدا، أنت بتبدأ من النشأ.